في هذه الولاية السهبية المعروفة بتربية الماشية أصبحت أشجار الزيتون تجربة ناجحة هنا في ولاية الجلفة التي غرس بها أكثر من 11 ألف هكتار. كانت تجربة جديدة بصح راها ناجحة 100%. الحقيقة راها محقة نجاح كبير في منطقة الجلفة. شحال عندك هكتار كفلاح؟ عندي واحد تقريبا 100 هكتار. هكاك ماشي حاسبها بصح 100 هكتار تقريبا. شحال راك تنتج تقريبا؟ تنتج 40 30 قنطار في الهكتار، علاش انا نتبع فيها بشويه. زيت الزيتون الذي ينتج محليا في الجلفه اصبح من بين اجود الانواع محليا وحتى عالميا بعد حصول المنتوج المحلي على المراتب الاولى في المسابقات الدوليه. زيتون من اهم الشعب الموجوده على مستوى ولايه الجلفه التي تتميز بهذه الشعبة وبنوعيتها التي حازت جوائز كبيرة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. معدل نتاع المساحة المزروعة على مستوى ولاية الجلفة هي ما يفوق 11 ألف هكتار، ما يقابلها معدل نتاع 80 حتى 80 قنطار نتاع زيت، 80 قنطار في الهكتار يكون لنا في على مستوى المنتوج نتاعها. مساحات شاسعة من الزيتون زرعت بالأراضي الفلاحية والسهبية بالجلفة، هدفها تطوير هذه الشعبة التي تقاوم الجفاف في هذه المناطق.